في الداخل الإيراني لا تزال حركة إضراب سائقي الشاحنات مستمرة في أكثر من 177 مدينة ليدخل الإضراب يومه التاسع. ويحتج السائقون على تردي الأوضاع المعيشية وعلى انخفاض أجور الحمل والتوزيع إلى جانب ابتزازهم من قبل النظام عن طريق فرض رسوم ذات كلفة عالية. والقى اضراب سائقي الشاحنات بظلاله على جميع النواحي الاقتصاديه في البلاد وتعرضت محطات الوقود لمشكله كبيره في ايصال الوقود لمستخدمي الطريق كما تضررت تجاره الكثير من البضائع والسلع واعلن السائقون انهم سوف يمضون قدما في اضرابهم حتى تحقيق مطالبهم